نبدأ فيديو الحلقة تبعنا تحديدا هذا الفيديو واللي هو لحسابك كثير في انتشار محتواك وأيضا تحقيق الربح من خلال منصات التواصل الاجتماعي. خلينا نبدأ هاي الحلقة بهذا الفيديو. كثير منكم حاب إنه يبدأ في قناة على اليوتيوب ويحقق دخل منها جانبي، ولكن ما عنده أو ما متوفر الإمكانيات اللازمة لذلك، من كاميرا أو استخدام الصوت أو استخدام المايك الاحترافي أو مكان إنه يتصور فيه كستاب أو لآخره من ذلك. ولكن إيش رأيكم إنه إحنا نقدر نوفر كل هاي الأمور بدون ما نظهر أمام الكاميرا وأيضا بدون ما نستخدم صوتنا مثل الفيديو اللي ظاهر أمامك؟ خلينا نبدأ الحلقة، لا ننسى اللايك والشير والسبسكرايب. خلينا نفرجيكم كيف نعمل كل هاي الأمور عشان تحقق دخل جانبي من خلال يوتيوب. معك حمزة، نقول بسم الله. في البداية أصدقائي، أكيد أغلبكم شاهد مثل هاي المقاطع اللي منتشر انتشار كثير واسع على منصات التواصل الاجتماعي انستغرام او تيك توك او اليوتيوب. واذا انت خايف من موضوع انه اليوتيوب ما حقق لك ربح، هسه راح افرجيك اثبات انه في ناس بتشتغل على هذا الاشي وايضا محققه ربح. فخلينا نبدا اول شيء في الانستغرام. راح تلاحظ انه في كثير فيديوهات انتشرت في الاوان الاخيره مثل هذا النوع اللي بجيبوا فيها مثلا صوت شخص، تمام، او حركه شخص، وبصير يحرك في الصوره تبعته ويكون بيحكي كلام باستخدام الذكاء الصناعي الفويس اوفر، او بتقدر انك تعمل تعليق صوتي بصوتك، وهذا اشي مش مانع يعني. ولكن الجانب هذا الجانب جدا جميل، وصار في كتير قنوات انشهرت من وراء هذا الاشي ومحققة زي ما بتلاحظ الاف من المشاهدات. هاي انا عمال بفرجيك قناة من جد اجديد، يعني هاي القناة 867 فولورز وعندها بس 25 بوست، يعني بس عدد قليل جدا ونتائجها جدا ممتازة. انا حبيت افرجيك اشياء جديدة عشان انت تتشجع وتبتدئ في هاي الامور. لو بدك تروح ايضا كمان على اليوتيوب في قناه اسمها ذا ويلث اي اي، ايضا كمان لما افتح على الفيديو تبعها، خلينا بس افرجيك الفيديو تبعها، بتستخدم نفس النظام اللي احنا بنعمله. يعني تخيل، بس افرجيك، خلينا بس اقدم لك اياها وهي بتحكي، او هي خلينا نحكي وهي ظاهره بال بال بالفيديو تبعها هيو، تمام. شوف نفس الشيء، هذا الشيء راح نعلمك عليه، راح افرجيك كيف تقوم بعمل هاي الامور. وهدول القنوات كلهم مفعله للربح. لو بتلاحظ هنا هذا الاكستنشن انا ضايفه اسمه از يوتيوب، هي از يوتيوب شانل مونتايزد. لو بتلاحظ هاي القناه مفعله للربح وبتحقق ارباح حتى باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن دائما احنا بننبه على استخدام الذكاء الاصطناعي المرخص، يعني اللي فيه دفع. وهسه راح افرجيك الطرق اللي احنا بنستخدمها لذلك عشان انت تبتدئ في فعل هاي الامور. خلينا نبدا في اول شيء معانا، وهو نحن لازم ننشئ افاتار. افاتار معناها يكون لنا شخصيه، تمام، انيميتد او كاركتر يعبر عن نوع المحتوى او المجال تبعنا، وبتقدر تعمل هذا الشيء بشكل جدا بسيط. الموقع اللي بنستخدمه عشان نعمل هذا الافاتار اسمه ليوناردو اي اي، واذا في ناس منكم بيعرفوا يشتغلوا على موقع ماد جيرني فنفس الطريقه، ولكن انا بستخدم ليوناردو اي اي لانه في كثير من الاشخاص ما بيعرفوا يتعاملوا مع ماد جيرني او مش متاح لهم، ولكن موقع ليوناردو اي اي هو موقع متاح عند الجميع. خلينا نعمل لانش اب، تمام، بعدين اقول له يس اي ام ابصر. شو هذا الموقع الحلو فيه؟ انه فري ولكن لعدد محدود، ولكن احنا اصلا ما راح نستخدم غير شغلات بسيطه. يعني انا معي 150 كريدت، تمام، هذا الشيء بخولني ان انا استخدمه كامور بسيطه. هلا الحلو فيه انك انت بصفحه الهوم تقدر تختار اي نوع من انواع الافاتار اللي بتشوفه انت مناسب لك، تمام، تقدر تعمل هذا الشيء. وبتقدر تعمل خطوة ثانية انك انت مثلا، يعني مثلا صورة اينشتاين هاي تقدر تعمل لها افاتار. هاي الصورة الاكثر صورة منتشرة في الوقت الحالي، لما نروح مثلا على انستغرام طلع هاي صور الختيار والاخير من ذلك، تقدر انك تعمل برضو كمان تقتبس نفس الفكرة تبعتهم. هسا في طريقة ثانية، وهي الطريقة اللي احنا بنفضلها، انك انت تبني الافاتار تاعك من الزيرو، يعني يكون افاتار خاص فيك مش ماخذ والله من مكان. ولكن اذا انت مش حاب تعمل شيء، اعمل هذا الشيء من خلال بنروح على موقع ايش، عفوا بنروح على ليوناردو اي اي من عند اليوزر تولز، راح نروح اسمه اي اي ايمج جنريشن، تمام. هسه هون في هذا الوقت بقدر ان انا اعطيه بروبمنت، يعني ان انا القن الموقع هذا الذكاء الصناعي بالشيء اللي انا بدي اياه. فمثلا انا قلت له اعطيني، لازم تكتب هاي الكلمه في البدايه، هيا اعمل لك زوم عليها عشان لازم تكتبها. جريت اي عفوا جريت ات 3 دي فيلم فيبس A person sitting at desk surrounded by beautiful picture in front of computers and its phone in the camera. يعني زي ما لاحظ أعطاني هذول الأربع صور، وبقدر أن أنا أضبطهم ولا أعدل عليها الأخير من ذلك. هسا تقدر أنك أنت تغير هذا الإشي كله، تمام، وتكتب يعني بروبمنت جديد. كيف تعمل هذا الإشي؟ مثلا عادي بكل بساطة، خلي هاي الكلمة مضافة وبتروح على جوجل ترانسليت، تمام، وحطه بالعربي واكتب أنك أنت شخص، اكتب كلمة هيك بالضبط، اعمل زيي بالضبط، اكتب كلمة شخص، تمام، جالس
امام الكمبيوتر مثلا، تمام، او امام اللابتوب الى اخره من ذلك، تمام، مع خلفيه مثلا جيمنج الى اخره من ذلك، تمام. مثلا تعال نجرب هاي الشيء، شوف ايش حيطلع لنا. شخصيه امام كمبيوتر مع خلفيه جيمنج، تمام، هاي ويز كمبيوتر جيمنج، لا مع خلفيه جيمنج، جيمنج باك جراوند. فلا هروح على الاي اي واقول لك مثلا انا اعطيته لك شغله بسيطه، راح اعمله جنريت، خلينا نشوف شو بيقدر هو يطلع لنا، او ايش الشيء اللي حيطلع لنا اياه بناء على المعطيات اللي احنا قدمنا له اياه. انا بهاي الحاله شو عمالي بعمل؟ عمالي بعمل ابني الافاتار تاعي. الافاتار زي اللي شفتوه انتم في بدايه الفيديو، هذا الافاتار احنا قمنا بعمله من خلال هاي الطريقه. طيب هسا نستنى شوي قبل ما يعطيني النتائج. من النتائج هاي انت خلص على طول هسا راح افرجيك كيف تعمل داونلود عشان ننتقل للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي مرحله جدا بسيطه، ان انا بقوم بكتابه النص، بعدين في مرحله ثالثه لحس خلي الموقع اللي يحرك لي الصوره. فمثلا اعطاني هاي الصور، تمام، زي ما انت ملاحظ خلفيه جيمنج مثلا، تمام، صوره حلوه. هسا شو بعمل؟ شايفين كلمه داونلود ايمج؟ بعمل داونلود ايمج، خلص هي صارت عندي. هاي هي باختصار. تعالوا على الطريقه الثانيه، عفوا على الشيء الثاني اللي نقوم بعمل فيه النص تبعنا. الخطوه الثانيه نحن نكتب نص عشان نبدا في بدايه او صناعه الفيديو تبعنا. هسا اي نوع من انواع المحتوى اللي انت رح تبلش فيه محتاج انت فيه نص. فمثلا اي محتوى انت بدك تبلش فيه، خلينا نحكي لك تبلش فيه صناعه، عفوا اللي هو خلينا الربح من الانترنت او الربح المال والاخره من ذلك، او عن المشاهير او عن الهيستوري التاريخ الى اخره من ذلك، او التكنولوجي، بتروح على موقع تشات جي بي تي، بتنزل هذا الاكستنشن اسمه اي اي بي ار ام اكستنشن، يعني بتضيفه هون، تمام. بتروح على جوجل تكتب كلمه اي اي بي ار ام اكستنشن، من خلال التشات جي بي تي رح يتعرف عليه وراح يعطيك هاي الخيارات. هاي الخيارات بتتيح لنا عديد من الامور، راح تساعدنا في كتابه النص والاس او وغيره. انا راح اروح اختار هذا الخيار اللي هو يوتيوب سكريبت كرييتر، راح اضغط عليها، بعدين راح اعطيه هنا معطيات. مثلا الفيديو انا بدي اتحدث عنه القادم، يعني خلينا نحكي هاو تو ميك موني اون يوتيوب، وراح اضغط له على الزر الاخضر، تمام، واخليه يبلش يكتب لي سكريبت نص، تمام. طيب هاي هون بلش هو يعمل لي بالنص تاعي، اعطاني، تمام، هاي ذير فور يوتيوب ويلكم تو اور يوتيوب شانل، هاي اعطاني الانترو المقدمه، تمام، وهون بلش يحكي لي بيفور جامبينج ابصر ايش الاخير من ذلك، بلش هون بقول لك ذا فيرست كيف سكسس ان يوتيوب نيتش ابصر ايش، بلش بعدين هون، بعدين باخذ هون. هسه باخذ كل النص هذا بقراه، لازم اقراه، يعني مثلا باخذ كوبي، هقول استاذ بكتب هو، انا راح اقول ستوب جنريتنج، تمام، واخذ النص كله زي هيك، تمام، واعمل كوبي، بروح على جوجل ترانسليت. ضروري تروح على جوجل ترانسليت، رح تقول لي ليش؟ لانك لازم تعرف انت شو عمالك بتشتغل. فهون مثلا هاي هون بلشنا هون، هلا هاي اول كلمه انا ما بدي اياها، راح امحيها، تمام. هون راح يبلش الفيديو، هاي زير، مرحبا يا رفاق، مرحبا بكم في قناتنا، اليوم لدينا مواضيع مثيرة للنقاش، هذا الفيديو احصل على ورقه وقلم على وشك الغوط في اسرار نجاح اليوتيوب. اوكي، هاي انترو ترانزيشن، عفوا بمحيها، هاي الهوست راح امحيها برضه، وهون راح ينتقل للفقره اللي بعدها. بقول قبل ان انتقل استودع نفهم افصل النساء الى اخره من ذلك. هون عندك الخطوه الاولى فايند يور نيش، يعني اختار المجال، بعدين خطوه رقم 2 هو بلش، طبعا بحكوا هنا هاي اشياء مهمه. الخطوه الثانيه كرييت هاي كواليتي كونتنت، تمام، هاي انشاء محتوى عالي الجوده. الخطوه الثالثه تكوين جمهورك، بعدين الخطوه الرابعه الخامسه خاتمه والاخره من ذلك، تمام. هذا اللي بدي اياه. فمثلا خلص راح اعمل هيك، اخذ كوبي واروح. هسه في عندي طريقتين. الطريقه الاولى يا انا بقوم بعمليه التسجيل او التعليق الصوتي بصوتي اذا انت متقن باللغه الانجليزيه، او اذا بدك اعمل قناه عربيه، مش ضروري تعمل قناه اجنبيه. هلا اوكي، تمام، ارباح القنوات الاجنبيه اعلى بكثير من ارباح القنوات العربيه، ولكن ما تخلي هذا الشيء عائق امامك. يعني بامكانك ان تعمل هذا الشيء بمحتوى عربي. فمثلا هذا السكريبت بقدر ان انا اترجمه او انه اقدمه باللغه العربيه، مش ضروري تكون انت تعمل بالمحتوى الاجنبي، تمام. بس اذا بدك تعمل بالمحتوى الاجنبي، روح على هذا الموقع اسمه 11 لابس، وانا على المستوى الشخصي بشتغل عليه، وقنواتي بالفعل مفعله للربح. بتقدر انك تشاهد الفيديوهات السابقه وبفرجيك نتائج ان انا بالفعل قنواتي مفعله للربح بستخدم هذا الموقع 11 لابس. حلو فيه انك انت بتقدر تروح على الفويس لاب، بعد الفويس لاب اختار اي فويس، تعمل هيك، بعدين اي اي فويس ديزاين، بعدين تختار هو ميل ولا فيميل، احنا رح نختار ميل، وعلى حسب نوع المحتوى تاعك انت العمر اللي بناسب الصوت، يانج يعني صغير العمر، متوسط العمر ولا كبير، فاحنا رح نختار متوسط العمر، والاكسنت امريكان، تمام. هون
راح نعطيه جزء من النص عشان نعمل تيست بسيط. فمثلا راح اروح على تشات جي بي تي اعطيه جزء من النص هاي ذير هي هون واعمل هون عفوا 11 لابس وضيف بيس. هسا انا بدي اياك بس تظبط الاكسنت سترينث يعني قوه اللكنه بتخليها 183 افضل شيء هي 183 عشان يكون قوي. راح اعمل يوز فويس تمام عفوا جنريت اسف. بعدين راح نسمع صوت التعليق الصوتي هو مناسب او لا. اذا انت شايفه مناسب اشتغل عليه او ظبط بقوه هذا. Welcome back to our channel. Today we have an exciting topic to discuss that many of you have been asking about. How to make money on YouTube. If you've ever dreamed of turning your passion. طبعا انا شايف صوت جدا ممتاز تمام. راح هسه انتقل للمرحله الثانيه وهي مرحله ان انا ابلش اعمل النص كامله. بعد ما اخلص النص او الصوت تبع اللي انا عملته انا اعمله داونلود هذا خلينا نسكر تمام. بروح هسه بعمل بروح بنتقل عفوا بروح بضيف النص كاملة عشان هذا. ولكن الفويس لاب الحلو فيه انه في له خلينا نحكي سعر جدا لطيف. بتروح على السبسكريبشن تمام. افضل شيء افضل خيار لغات $5. هسه رح تحكي لي ليش هذا تحديدا؟ عشان هاي الشغله الكوميرشن لايسنس انكلود يكون فيه ترخيص استخدمه. وهذا الشيء اللي انا دائما بحكي عنه. في اشخاص ويوتيوبري اصلا ما عندهم هاي المعلومه لانه بحكم انه ما بيشتغلوا في المحتوى الاجنبي او ما بيشتغلوا بالذكاء الاصطناعي كقنوات. هذا الشيء انا حابب انه افرجيك اياه. فهذا الشيء احنا اللي احنا محتاجينه. او بدك تختار ام 22 انت حر. انا بفضل ام 5. بعد ما تخلص النص وترفع الصوت رح نروح نعمل الفيديو هسه ايديتنج. خيرا اصدقائي حاب اذكركم بموعد الدوره اللي تكلفتها فقط $9 وعشان تبدا رحلتك معانا اليوم في تحويل اليوتيوب الى ضخ مصدر دخل حقيقي لإلك. وهذا الشيء ما بنضرب فيه امام الكاميرا ما بنستخدم صوتنا وراح اعلمك اسرار لنجاح قناتك في اليوتيوب وراح اعلمك امور اول مره تكون عارفها فقط في هاي الدوره. تقدر الدوره جدا مشجع ابدا فيها الان. رابط التسجيل هتلاقي اسفل هذا الفيديو ادخل فيها واحجز مقعدك عشان تبدا معانا باذن الله. بشوفك داخل الدوره. اخر شيء معانا اصدقائي راح نروح على موقع اسمه did.com وروح استخدم الفري ترايل تاعه الاشي المجاني بضغط عليها تمام. بعدين راح انتقل يا صديقي على عملية انشاء الفيديو تاعي. واذا بدك بعد ذلك تقدر ان انت تقوم بعملية editing من خلال VN او كاب كات او ادوبي بريمير انت حر. تقدر تعمل كل هاي الامور اللي بيناسبك. راح اروح اختار اشي اسمه create a video تمام. بعدين هون راح اختار الافاتار اللي انا عملته من ليوناردو اي اي او ماد جيرني بعد ما تعمله داونلود. فمثلا تعال نختار اللي احنا عملناه او اللي انت مثلا نزلته. بتعمل اد مثلا اللي احنا لقيناه نعمل داونلود اللي هو هذا هو تمام. تقدر تختاره وتبدأ فيه. هسا خلينا مثلا تعال نروح عند السمره هاي اللي احنا شغالين عليها تمام. بضغط عليها. هسا عشان ابلش اعمل الفيديو تاعي لازم يا بكتب السكريبت في ايدي واستخدم الفويس اوفر اللي موجود بدي اي دي اذا بقدر اشترك معاهم. ولكن انا بشوف انه الطريقه الاولى اللي احنا حكيناها بالفيديو مناسبه. او ان انا ارفع الفويس اوفر اللي انا عملته واللي عملته من خلال وين ال 11 لابس اللي هو هذا الصوت راح انزله اوبن هيك تمام. وهسه راح اقوم بعمليه ايش هاي هيك الصوت. الصوت صار جاهز امورنا تمام. هسه راح اعمل له جنريت فيديو معي بس ضل 2 كريدت. تقدر انك تعمل ابو تقريبا 15 الى اخره من ذلك يعني زي ما تلاحظوا 14 كريدت ليفت لسه. راح اعمل جنريت. هسه راح يبلش هو يعمل لي بالفيديو. هسه ما انت ملاحظ الفيديو صار جاهز زي ما لاحظت بالفيديو في بدايه الفيديو. هذا الشيء بخليك او بيساعدك بانك انت تبني محتوى على جميع منصات التواصل الاجتماعي وتنتشر انتشار واسع تحصل فيها متابعين ومشاهدين وتحقق دخل من خلال ذلك. هذا الشيء جدا ممتاز. خلينا نعمل مراجعه للفيديو ونشوف كيف وضعه تمام. نشاهده مع بعض. Today we have an exciting topic to discuss that many of you have been asking about, how to make money on YouTube. If you've ever dreamed of turning your passion into a profitable venture. بعد ما اخلص مراجعته بعمل داونلود. واذا بدك تقدر تعمل امور اخرى من خلال اضافه هاي الشغلات اضافه التعليق الصوتي اضافه عفوا كتابه النص من خلال مواقع مثل VN او كاب كات او موقع مثل كابشنز اللي متوفره على تلفونات الايفون. كان معك حمزه بشوفك في حلقات قادمة أفضل بكثير. خليك معنا لا تنسى تفعل زر الجرس وتشترك معنا عشان نوصل للهدف تبعنا 100,000 بأسرع وقت ممكن. بشوفك في حلقات قادمة.